معنا من اسطنبول سيد صلاح الدين العواودة المختص بالشأن الفلسطيني. مرحبا بك سيد صلاح الدين. كيف تقيم تحركات الصهيونية في النقب والأغوار الشمالية وهدم المنشآت والبيوت الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله مساكم. بالنسبة للنقب وقرية العراقيب وأم الحيران والخان الأحمر شرقي القدس، هو جزء من مسلسل التهويد للأراضي الفلسطينية والاعتداء والمستمر منذ أن بدأ الكيان الصهيوني منذ 100 عام في فلسطين وأكثر. سياسة الاحتلال منذ 48 كدولة بعد إنشاء الكيان الصهيوني، وهي قائمة على أساس ما يسمى تطوير النقب والجليل، وباللغة العبرية يسمونه تطوير، لكن بالواقع هو تهويد ونزع الملكية من أصحاب الأرض الفلسطينيين الباقين في المناطق المحتلة عام 1948، وتحويلها إلى مستوطنات أو تفريغها لأغراض عسكرية وأغراض زراعية أخرى، وبالتالي يمنع الفلسطينيون من البناء ويحرموا من الخدمات وهم موجودون على أراضيهم، ويجبروا بوسائل ناعمة إلى الانتقال إلى مجمعات سكنية خصصها الاحتلال لهم تسمى قرى بدوية أو مدن بدوية، الهدف منها تجميع البدو، تجميع سكان الأراضي في بقع محدودة والاستيلاء على الباقي الأراضي. ولكن الفلسطينيين هناك يرفضون هذه السياسات ويريدون أن يبقوا في أرضهم كمزارعين وكسكان ويبنوا بيوت، ولكن الاحتلال أيضا لا يقبل، رغم أن أكثر من 70 عام وهم يعيشون في بيوت الصفيح وبيوت الشعر والخيام صمودا في أراضيهم، وينقلون المياه على الجرارات صمودا. طيب الآن سيد صلاح الدين، وصول مستشار الرئيس الأمريكي صهره جاريد كوشنر إلى تل أبيب الخميس مع التوتر الحاصل في السياسة الداخلية الصهيونية، ما احتمالات تأخر أو عرقلة المساعي الأمريكية في إعلان صفقة القرن؟ لم أسمع. قلت لك وصول كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره إلى تل أبيب مع هذه النزاعات الداخلية الصهيونية، ما احتمال تأخر أو عرقلة إعلان صفقة القرن؟ احتمال وارد جدا، وهذا الاحتمال زاد أمس بعد الإعلان عن حل الكنيسة وإجراء انتخابات أخرى في شهر سبتمبر القادم، فلن تكون هناك حكومة إسرائيلية خلال 3 أشهر أو 4 شهور القادمة قادرة على المشاركة بأي حوار أو دراسة أي مقترحات لا أمريكية ولا غير أمريكية. وبالتالي أعتقد أن كوشنر يبحث عن صيغة للتراجع عن مشروع ورشة البحرين التي أعلن عنها وعن خطة السلام التي كان يتم الحديث عنها، والمنوي أو المزمع نشرها كان بعد إعلان تشكيل الحكومة في إسرائيل، لكن لم تتشكل الحكومة، ولا أعتقد أنه سيكون هناك إعلان قبل أن تتشكل الحكومة بعد الانتخابات القادمة. إذن على ما يراهن الفلسطينيين مع هذا الضغط، الفلسطينيون مع هذا الضغط الأمريكي، إلى أي مدى يمكن أن تصمد اللآت الثلاث في الأردن، وكيف يمكن استثمارها فلسطينيا لمواجهة صفقة القرن؟ أعتقد أن الموقف الأمريكي فيه كثير من نقاط الضعف وفيه كثير من الثقوب والثغرات، والفلسطيني سلاحه الأقوى هو قدرته على القول لا، وأعتقد أن الفلسطينيين قادرين على قول لا. كذلك الأردن لديه تحفظات على المشروع الأمريكي وهو قادر على الرفض. الولايات المتحدة نفسها تعاني من مشكلة في التعامل مع الشرق الأوسط في السنة الأخيرة، والأزمة مع إيران و عدة أزمات وأزمة الاقتصادية مع الصين، وبالتالي والدول الحليفة لها أيضا، السعودية متورطة في أكثر من جبهة، حلفاؤها في المنطقة كلهم يعانوا من إشكاليات وليست إسرائيل وحدها. ولا أعتقد أن الجو مثالي لأن تطرح الولايات المتحدة خطة وتفرضها،
لا على الفلسطينيين ولا على غير الفلسطينيين. نعم. وبالتالي أعتقد هذا يشجع الأردنيين رغم ضعف الأردن ويشجع الفلسطينيين رغم ضعف السلطة الفلسطينية على التحفظ والرفض، ولم تعد المسألة كما كانت بالسابق الولايات المتحدة في راحة من أمرها وتفرض ما تشاء على من تريد. شكرا جزيلا لك. إذن من إسطنبول صلاح الدين عوابدا المختص بالشأن الفلسطيني.